المفعول معه هو اسم منصوب يذكر لبيان من فعل معه الفعل بمصاحبته، ويذكر بعد واو بمعنى مع، تفيد المصاحبة أو الملازمة، وتسمى واو المعية. يعني هنا انظروا، سار القطار والنيل، فالمعنى سار القطار مع النيل. لذلك لماذا الواو هنا ليست عاطفة؟ لماذا؟ لأن القطار يسير وأما النيل لا يستطيع السير. إذن هنا الفعل يحدث من طرف واحد، إذن الأصل سار القطار مع النيل المعنى. إذن الواو هنا واو معية والنيل مفعول معه. كذلك استيقظ النائم وأذان الفجر، إذن استيقظ الذي فعل الاستيقاظ من؟ النائم. طب وأذان الفجر؟ الأصل مع أذان الفجر، أما لأنه الأذان لا يصح أن يحدث منه ماذا؟ الاستيقاظ. كذلك أيضا ضع الظالمة والأيام، يعني دع الظالمة مفعول معه والأيام، والأيام هنا مفعول ماذا معه وهذا مفعول به. لذلك هنا نلاحظ أنواع الواو المذكورة بعد الفعل وإعراب ما بعدها. انظروا أولا، واو المعية هي التي يسبقها فعل يحدث من طرف واحد، يعني هذا الفعل يحدث من طرف واحد فقط، مثل ما قلنا هنا سار القطار والنيلة، أي ما بعدها لا يصح أن يشارك ما بعدها، يعني لا يصح مشاركة سير القطار مع النيل. إذن والاسم بعدها يعرب مفعولا مع منصوب، مثل سار القطار والنيلة، فالنيل مفعول معه، والواو هنا معية مبنية على الفتح. لماذا؟ لأن النيل لا يصح أن يشارك القطار في السير، لذلك الواو هنا ليست عطف. يعني ممكن أن أقول سار زيد ومحمد، إذن سار زيد ومحمد أيضا سار أي أو ذهب، فهمت؟ إذن فالواو هنا عاطفة لأن الفعل يحدث يشارك الاثنين، ممكن محمد وزيد يسيران الاثنين معا. أما هنا لا، النيل هنا مفعول معه. كذلك صافر الأب وطلوع الشمس، يعني إذن هل يصح هنا وهو عاطفة؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هل الأب يسافر وطلوع الشمس أيضا يسافر؟ لا. إذن هنا مفعول معه، إذن الواو هنا معية وطلوع مفعول معه منصوب والفجر مضاف إليه. كذلك أيضا أما واو العطف هنا هي التي يسبق فعل يحدث من طرفين، أي ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم، مثل اختصم الولد وزميله، إذن الذي فعل الاختصام الولد والزميل، إذن هذا الفعل يحدث من طرفين، إذن الواو هنا للعطف لا تصح أن تكون للمعية. كذلك تعارك زيد وصديقه، إذن الفعل يحدث من الطرفين، أي تعارك زيد وماذا؟ وصديقه، إذن الواو هنا للعطف. طب هنا ممكن أن تكون، يجوز أن تكون هذه الواو للمعية أو للعطف، وهي التي يجوز مشاركة ما بعدها فيما قبلها. انظروا، الاسم بعدها يعرف معطوفا أو يعرب مفعول، يعني إذا كانت الواو للعطف فالاسم يعرب بعدها ماذا؟ اسم معطوف. أما إذا كانت الواو معية فالاسم يعرب بعدها مفعولا به. والعطف هنا أفضل لأنه أقوى في الدلالة أو المعنى. هنا قال الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، إذن الواو هنا معية والطير مفعول معه. هنا كذلك أيضا يجوز أن تكون الطير هنا اسم معطوفة على ماذا؟ على واو المعية والواو العطف، على حسب المعنى القرآني. طب هنا جاء زيد ومحمود، إذن الذي فعل المجيء هنا ماذا؟ محمد، وتشارك في الحكم أيضا من؟ محمود، فيجوز أن تكون الواو عطف وما بعدها اسم معطوف، ويجوز أن تكون الواو هنا للمعية فنقول جاء محمد، إذا الواو هنا للمعية فسنقول ماذا؟ محمودا، وينصب على أنه مفعول معه فنقول جاء محمد ومحمودا. إذن المفعول به هو اسم منصوب يذكر لبيان من فعل معه الفعل، مثل سار القطار والنيل. إذن النيل هنا الواو معية والنيل هنا مفعول معه. طب هنا أنواع الواو المذكورة، تكون الواو إذا كانت الواو للمعية إذن ما بعدها يكون ماذا؟ يكون مفعولا معه منصوب.
وأول معي هي التي يسبقها فعل يحدث من طرف واحد، مثل سار القطار والنيل. إذن السير للقطار فقط وليس للنيل. كذلك إذا كانت واو العطف، ما بعدها اسم ماذا؟ اسم معطوف، وهي التي يسبقها فعل يحدث من طرفين، مثل تعارك. إذن التعارك لابد أن يحدث من الطرفين. هل الولد يستطيع أن يتعارك مع نفسه؟ لا. إذن تعارك الولد وزميله. كذلك ممكن أن يصح أن تكون، ممكن أن تكون للمعية، ممكن أن تكون للعطف، وهي التي يجوز مشاركة ما بعدها لما قبلها، والاسم بعدها يعرب معطوف أو يعرب مفعول معه، مثل جاء محمد ومحمود، هنا الواو عاطفة. أما إذا قلت جاء محمد ومحمودا، إذا الواو هنا ماذا؟ معي. طب هنا حالات الاسم الواقع بعد الواو. أولا وجوب العطف، يعني هنا يجب أن يعرب الاسم معطوفا ولا يعرب مفعولا معه. إذا كان الفعل لا يقع إلا من متعدد، مثل فعل اشترك، تعارك، هكذا. اشترك زيد وعمر، هنا الواو هنا ماذا؟ اشترك زيد وعمر، إذا هنا عمر هنا اسم معطوف والواو هنا عاطفة. إذا يجب هنا أن يعرب الاسم على أنه على أنه اسم معطوف، ولا يجوز أن يكون الاسم ماذا؟ مفعول معه. إذا وجوب العطف. إذا يجب العطف إذا كان الفعل يقع من اثنين، مثل تعارك، تشارك، اشترك، هكذا. طب هنا وجوب المفعول معه، يعني يجب أن يكون الفعل الذي بعد الواو يعرب مفعول معه. إذا وجد مانع للعطف، مثل مات زيد وطلوع الشمس، هنا لا يجوز العطف. هل يجوز زيد، هل يجوز يعني المعنى أن زيد يموت وطلوع الشمس أيضا يموت؟ لا، هذا مستحيل. إذا لذلك هنا وطلوع الشمس هنا تعرب ماذا؟ مفعول معه. لماذا؟ لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، يعني نحكم بالموت على زيد وما بعد زيد وما بعد العطف، ولا يصح التشريك في الحكم على زيد وطلوع الشمس بالموت، يعني لا يجوز أن نقول مات زيد وطلوع الشمس، خطأ. إذا الأصح زاد مات زيد وطلوع بواو المعية، إذا المعنى زاد مات زيد مع طلوع الشمس. مع طلوع الشمس. إذا هنا جواز أمرين، يعني يجوز ما بعد الواو أن يكون مفعول معه أو يكون ماذا؟ معطوف. هنا العطف والمفعول معه، إذا لم يوجد مانع لأحدهما، مثل حضر القائد والجيش، وممكن نقول حضر القائد والجيش، يعني الجيش، فالمعنى هنا يكون أن القائد والجيش حضرا في وقت واحد. هكذا هنا يقتضي التشريك. إذا الحضور هنا، إذا كانت الواو هنا العطف، إذا فالحكم بالحضور على القائد وعلى الجيش. أما إذا كانت هنا الواو للمعية، فهنا فالمعنى يكون حضر القائد مع الجيش. هذا هو المعنى.